فيه كذلك عمل بالنسبة للمجتمع المدني ككل، فيه تنظيم. اليوم كش ما كان عندنا احنا مرصد بالنسبة للمجتمع المدني ما كانش، اليوم كاين. بالنسبة للشباب هذه الطاقة الثروة هذه ما كش ما كان عندنا مجلس استشاري، اليوم هو كاين، راهم اليوم يحضروا معنا بعض من الأعضاء. فيه المؤسسات كلها تكيفت مع الوضع الجديد هذا، القوانين تاعنا راهي اللي هم مع الأستاذ النواب في البرلمان، كل مرة عندهم قانون يدرسوه غير باش يكيفوا المنظومة هذه تاع القوانين مع الأوضاع الجديدة هذه. هنا نقول لكم عندنا رئيس الحمد لله مخلص، عنده نية خالصة صادقة، حب الخير للبلاد، راهو ينتهج في السياسات التي سترجع بالفائدة بالنسبة لكل البلاد، والكل يعرف هذا وكل يدرك هذا، وخاصة المتعاملين الاقتصاديين راهم هما يوم يندرجوا في هذا التوجه هذا، وراهم يعملوا راهم يكيفوا النظرة تاعهم وفقا إلى هذه الأهداف المنشودة من قبل السيد رئيس الجمهورية.